أخي هو أحمد شاه دوراني، المعروف أيضا أحمد خان أبدالي بابا. هو مؤسس الإمبراطورية الدورانية في أفغانستان، ومؤسس أيضا الدولة أفغانستان الحديثة. هو سماه أفغانستان. هو ولد في 1722 في هيرات، مدينة هيرات أفغانستان، ومات في منطقة معروف أفغانستان في 1772، يعني مات في خمسينات، الله يرحمه. وهل الآن قبره في مدينة قندهار أفغانستان، يعني مشهور جدا هذا، يعني هذا مؤسس أفغانستان، هو سماه أفغانستان، وهذا مدينة قندهار مشهور، قبره الآن في قندهار. هو حكم على الهند، باكستان، الصين، كثير دول.